عليكم البنات متتبعات قناتي نهاريس نونو، نتمنى تكونوا بألف خير بإذن الله. اليوم إن شاء الله نحضر معكم واحد الحلوة اللي نقدر نخرج منها أربعة ديال الأشكال وبلا مراشم، يعني سهلة وبسيطة بواحد المكونات متوفرة. نبدأ على بركة الله وكنتمنى تنال إعجابكم. عندنا هنايا ثلاثة ديال البيضات، عندي كأسين من قياس ديال العنبة ديال السكر الثقيل أو سكر لين سكر كلاسي، عندي هنايا كأس إلا ربع ديال الكوك أو جوز الهند، عندي كأسين من زيت المائدة، عندي هنا جوج تاسيات ديال الفاني وجوج خمارات ديال الحلوة، عندي هنايا الدقيق على حسب الخليط، يعني تقريبا كياخذ لي 9 ديال الكيسان اولا 900 غرام، بصح كما كنقول ديما على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا، ولا حسب حتى الحجم ديال البيض. وغنحتاج هنايا 250 غرام ديال الزبده، اي زبده عندكم يعني ماشي بالضروره شي نوع محدد. تبعوا معايا المراحل والطريقه وخليكم معايا. غنبداو على بركة الله، غنبداو بالنواشف. غندير هنايا سكر كلاصي، نحاول ندخلهم مع بعضياتهم مزيان وعاد نضيف باقي المكونات. نضيف كذلك جوز الهند او الكوك والفاني. دابا نحاول ندخلهم ندخل فيهم هاد الزبده مزيان، والزبده اكيد تكون في بحراره المطبخ باش تساعدكم على الخدمه. وانا هنا كما شفتوا درت سكر كلاصي بلاصه سكر سنيده، وهذا يعني سر من اسرار ديال نجاح الحلوه، يعني باش ما كتجيش هكا ما يكونش كيتهرس الصابلي ديالكم، يكون فقط هشيش. والكوك هنا ما درتوش على اساس باش يعطيني اللوغو ديالو، باش غير فقط باش يخلي الحلوه ديالنا تكون هشيشه بزاف بواحد الطراوه اللي هي رائعه كما غتشوفوا معايا في الاخير. هانتوما كتشوفوا راني دخلت المكونات كلهم مع بعضياتهم كيوليو على هذا الشكل. صافي دابا غنضيف لهم غنضيف البيض، ونضيف كذلك الزيت، ونخلط المكونات كلهم، وعاد نبدا نضيف الدقيق ديالي شويه بشويه، ما تضيفوش دفعه كامله حيت كما كنقول لك حيت قلت لكم يقدر ياخذ لكم كثر او لا. غنبقى نضيف الدقيق معكم في الاخر نقول لكم شحال خدا ليا بالضبط، ويقدر نتوما تزيدوا او لا تنقصوا. هانتوما كيما كتشوفوا راني دخلت المكونات بعضياتهم، دابا نبدا نضيف الدقيق. المهم انا هنايا راني درت 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الخاص بالحلويات او الفرص، ندخل ونشوف واش تاخذ لي هكا ولا اكثر. هانتوما كيشوفوا باقي العجين ديالي خفيف، غنضيف كأس الخامس. فاش توصلوا لهاد المرحله يعني بقاو تضيفوا شويه بشويه باش ما يقصحش ليكم. كما كتشوفوا هذه هي العجين ديالي من بعد ما جمعتها، وكما كتشوفوا هنايا راني قسمتها على 4 ديال الكويرات متساويه تقريبا. يعني كانت هذه ما كندلكوهاش بزاف، يعني بحال الصابلي عادي غتجمعي برؤوس الاصابع باش ما تطلق لكمش الزيت حيت فيها الزبده كما شفتوا. صافي دابا غنبدا نكهم معكم. عندي اول وحده غندير فيها قشور ليمونه محكوكين معلقه كبيره، صافي دابا غنحاول نجمع ندخل فيها هاد الليمونه مزيان
نقشر عفوا ومن بعد نكمل الباقيه. ها انتما كتشوفوا راني دخلت فيها، غتشوفوا اللون ديالها شويه وصفيفر حيت دخلت فيها ديك الليمونه ديالي مزيان. صافي نغطيها في بلاستيك ونكمل النكهات الاخرين. والنكهه الثانيه ان شاء الله غندير فيها فلون شيكولا مع معلقه صغيره عامره مزيان ديال القهوه السريعه الذوبان مع شويه ديال الماء فقط باش تخلط ليكم وتذوب. اما النكهه الثالثه فغندير فيها فلون كراميل مع بعض النكهه ديال الكراميل، يعني الا كانت متوفره ما كانش يعني قدرت تستغناو عليها. واما بالنسبه للكويره الثالثه فغنخليوها بالنكهه ديالها الاصليه اللي هي الفاني والكوك. صافي دابا نحاول انني ندخل النكهه ديالي في العجينه مزيان. كما تشوفوا هنايا عندي النكهه ديال الكراميل كتعطي لون قهوي، هنايا عندي الشيكولا كيعطي لون قهوي غامق يعني مقارنه مع الاول، والنكهه ديال البرتقال كيعطي لون اورانج او اصفر. وصافي دابا ان شاء الله غنبدا نشكل معاكم. نبداو على بركة الله. نبداو بالنكهة الأولى واللي هي اللي خلطنا فيها القشرة ديال البرتقال. صافي نديرهم كويرات صغيرة، يعني من الأحسن أنها تكون صغيرة باش كتجي متيولة في الشكل ديالها. وكنحاولو نديرو فيها واحد الحفرة أولا ثقبة في الوسط بالأصبع ديالنا. صافي هكايا غنتابع العجين ديالي كاملة بنفس الطريقة. المهم انا سريت هنايا الشكل ديال العجين الاول ديالي كما كتشوفوا. المهم هنايا غنخليوها طيب نص طيبه تقريبا ونولي نجبدها، نعاود نبرك على ديك الحفره باش ما تنفخش ليا، ونكمل بالشكل الثاني وغنشكلو على شكل هلال كما هتلاحظوا معايا واللي هي بنكهه الكراميل. يعني كنشدو العجينه كنحربلوها يكونوا صبيعات طباولين، وعاد نوليو يعني نقلبوهم على شكل هلال بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. وفي الاخير كنحاول انني ديك الاطراف ديالو انني نرققهم شويه ونجمعهم من الوسط. غنتقلو دابا العجينة الثالثة ديالنا اللي منكها بالشكلاط والقهوة. صافي غنديروها كويرات صغيرة بهذا الشكل، غنديرها في بيض ديال البيض وغنرمدها في لوز إفيلي. أنا حمرت شوية كيما غتشوفو كان يتحرق لي، يعني هبطو بالكم معاه غير فقط ياخد لي ديك اللون الذهبي ديالو. ما كانش متوفر عندكم يقدر تعوضوه باللوز أو لا الكاوكاو عفوا محمر ومهرمش شويه. صافي في الاخير نديرو فيه واحد الثقب بنفس الطريقه ديال الشكل الاول، في الاخير نعمروه بالكراميل باذن الله. ان شاء الله دابا نبداو في الشكل الاخير ديالنا اللي بالنكهه الاصليه اللي هو الكوك والفاني. غنديرو في واحد البلاستيك وندلكو مزيان، نخلي السمك ديالو تكون تقريبا رقيق كما تشوفوا معايا نوريها لكم. وغنشكل هذا على شكل زليفات غنديرو في لي بلا ديال المادلين، اولا يقدر ديروهم في المول ديال الغريبه البهله. هنايا غنجيب شي كاس يعني على حسب الحجم ديال اللاطه ديال المادلين عندنا كما كتشوفوا. غنقطعها انا هنا داك المول ديال المادلين قلبته يعني باش نديرها فوق منها وتجيني غير رقه شي شويه بهذه الطريقه. غنبدا ان شاء الله بالزين ديال الشكل الهلال ديالي. غندير فيه الكونفيتور والبسكوي اللي مهرمش، انا استعملت جولدن وطونغو فقط باش يعطيني اللون القهوي شي شويه. نتوما تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم.
ما بخصوص الشكل اللي بعجينة القهوة والشكلات، فهو كيجي على هذا الشكل. صافي دابا انا نعملهم ديك التقيبة ديالهم بنيسلي كراميل. انا الصراحة خديته واجد، ما كانش عندي الوقت باش نديرو، نتوما لقيتو كديرو الكراميل ايكون من الاحسن. وكما كتعرفوا ان الكراميل كيتوتي بزاف مع النكهة ديال الشكلاط، وداكشي باش اخترت انا نديرو نزين به. صافي غندير نسالي الكمية ديالي كاملة بنفس الطريقة. الغزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي اللي صايبت معاكم اليوم. كنتمنى صراحة تنال اعجابكم، فريمون واعرة بزاف في المذاق او حتى في الشكل ديالها كما كتشوفوا. صراحة زوينة وهشيشة، ويعني كتختصر بزاف ديال الوقت عليك. يعني بعجينة وحدة وجدنا منها 4 ديال الشكيلات ومختلفين، وبكل وحدة بنكهة مختلفة على الاخرى. وغنقول لكم حاجة وحيدة يعني اللي نسيت ما ذكرتهاش في الفيديو، واحد الطريقه اللي تقدروا تخليو بها الكونفيتور يجيكم قاصح، يعني ما يسيح لكم ما والو، كما تشوفوا كيكون شد راسو. يعني الكونفيتور كنديروه فوق البوطه، نخليوه هي يغلى مزيان، ومن بعد كنطفيو عليه نخليوه حتى يبرد وعاد نديروه في وسط منها. انا هذه زينتها بسكر كلاصي، يعني تكون باقه سخونه وبحرها تبقى فيها. هنايا كما ذكرت لكم ديجا راني درت لها الفواكه الجافه، الكاوكاو مهرمش، الزبيب، يعني اي حاجه متوفره عندكم يقدر ديروها. وهذاك خلاص درت له الكونفيتور البسكوي، اي بسكوي عندكم. هذا زينته بالكراميل او النيسلي. كنتمنى تنال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. وفي امان الله.